وأظن بأن أولا أن اللاعبين ديالي على المقابلة اللي قاموا بها خلال هذه المباراة فالتعليمات اللي عطيتهم طبقوها تقريبا بواحد النسبة كبيرة. كنا عارفين بأن مولودية الدخلة فريق مرتاح، حنا لعبنا ثلاث مقابلات خلال الأسبوع فحاولنا نجيروا المقابلة بواحد النوع من الاقتصاد والفعالية، فداك الشيء اللي تأتى لنا. فالإصابة الأولى اللي جعلتنا نلعبوا بواحد النوع من الارتياح، وفي الشوط الثاني عطيت تعليمات للاعبين باش يحاول ما امكن يحافظوا على النتيجه ويعاودوا يسجلوا اصابه باش يقتلوا المقابله. داكشي اللي تاتى لهم رغم اننا ضيعنا عدد كبير من من من, من الاهداف، ولكن هادشي تنتظرنا عمل كبير ان شاء الله في هذا الاتجاه هذا. فعندنا واحد المشكل في لا ديغنيغ باس وكذلك في ليفيكاسيتي دوفون لو بيت، تنظن باننا غادي نجتهدوا في هذا الاتجاه هذا باش اللاعبين ديالنا يحاولوا يستغلوا الكم الهائم من الفرص اللي تتاح لهم، ونبقاو غادي ان شاء الله في هذا الخط التصاعدي.